برأسية رائعة لطاهر محمد طاهر يتقدم الأهلي بهدف للا شيء لبيراميدز في شوط أول متكافئ بين الفريقين. هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نشوف آراء محللنا الكبار في أحداث الشوط الأول. أرجوكم انتظروا. نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وبنبارك للاعبنا لاعب النادي الأهلي في السكواش كابتن مصطفى عسل بعد فوزه ببطولة الثمانية العظماء للسكواش التي اختتمت اليوم بالقاهرة بعد فوزه على النيوزيلندي بول كول 3-0. كابتن شريف، تقدم في البداية منطقي نتيجة ضغط النادي الأهلي من البداية. النادي الأهلي فعلا حاول يتقدم وحاول يضغط في أول شوط، ولكن كابتن أيمن اللعب كله من الفرقتين تقفيل المساحات. كل الفرقتين بيلعبوا في نص الملعب، قليل جدا لما بتلاقي الكره تروح للباك رايت وبعدين يحاولوا المناوره من ناحيه اليمين، فرقتين يعني ناحيه اليمين خصوصا، ناحيه الشمال عندنا بتحاول لغايه نص الملعب بس. ايوه، وعمليه التنفيذ اول ما بيستلم عشان يعمل الكروس او يعمل الشكل الهجومي عندك برده محمد شريف بينزل يسقط عشان يستلم، مع ان هو لازم يبقى اخر واحد مع اسامه جلال او مع علي جبر، لازم يتحرك في المنطقه دي عرضي، ملوش دعوه خالص ان هو ينزل معانا لتحت، ملوش ان هو يستلم للي جاي. ده يحصل حاله تبادليه بينه وبين طاهر محمد طاهر، ده اللي يحصل فيه الثغره، ده اللي يحصل فيه الاختراق. انما انت هي عمليه نص ملعب مقفلين، حاسس ان في 16 لعيب واقفين للفرقتين في مكان واحد، اتقطعت الكرة من هنا او اتقطعت الكرة من هنا. الاستحواذ انا شايفه لفرقه بيراميدز، رغبه تحركات فرقه بيراميدز اكتر من رغبه تحركات النادي الاهلي، مع ان هدوء النادي الاهلي وامتصاص هجمات بيراميدز هو ده الام يعني الاميز بالنسبه للنادي الاهلي النهارده. انما الانياب الهجوميه والشكل الاطراف انها تشتغل وتغذي المنطقة الهجومية، احنا فاقدين الكلام ده لدرجة ان الكرة الوحيدة من انصاف الفرص، قلنا احنا عايزين النهاردة حاجة كويسة ان احنا يعني من كرة ثابتة من كرة ثابتة يعني كرة ثابتة نص فرصة بنسميها ان فيها اشتراك وفيها تكوف ورايح حاططها بفكر كويس قوي وانها تخش كمان جول صعب يخش مش سهل يعني. ايوه، فدي الميزة الوحيدة اللي احنا خرجنا بيها من مباراة النهاردة. الميزه الثانيه ان احنا عندنا الشوط الاول، الميزه الثانيه عندنا هدوء شويه، عندنا ثقه ان احنا حتى في وسط 2 3 عايزين نعمل 1 2، تحس ان الفرقتين بيلعبوا 4 ضد 2، عايزين يخترقوا من العمق الفرقتين، لدرجه ان شبهات ان يبقى في ده ضربات جزاء او في شبهات ضربات ثابته موجوده على ال 18. الماتش مخنوق. هل الشوط الثاني هيحصل تغييرات او هل الشوط الثاني هنشوف مباراة بتتفتح بقى على الأطراف شوية ويبقى فيهم عمق هجومي بالنسبة لنا احنا كنادي أهلي قوي يعني. أنا عادل وبلال اتكلموا في حتة إن لازم يبقى في واحد تحت الفراودة ويبقى طاهر وشريف دول يوقفوا أي بداية هجمة أي بداية هجمة لفرقة بيراميدز عليك، لأن هو التكيس ده بيطلع على طول عايز يطلع من الأطراف وعايز يلعب الكرة من تحت. أنت لو وقفت باتنين بدري من هناك مش شريف لوحده دي اعتقد انها هتمنع القصه دي. ايوه، وسهل جدا ان طاهر محمد طاهر يرجع لك بسرعه. فاتمنى ان يكون اللعيبه ادركت حكايه ايه الشورتج اللي عندنا او التقصير اللي عندنا في بناء الهجمه للعمق هناك. محمد شريف لازم يبقى مع اخر واحد. أيوة، ولازم يبقى ليه مساعده من طاهر محمد طاهر زياده قوي، ولازم الاطراف يبقوا قريبين من نص الملعب. توفيق يعني. كابتن علاء، ليه دايما بيحصل تراجع بعد الهدف؟ هو انت قبل الهدف ما كنتش ضاغط عشان يحصل تراجع، انت بس انت بعد الهدف ممكن تكمل، ممكن تجيب جول تاني وعندك المساحات اللي موجوده في دفاعات بيراميدز، ما انت ما استغلتهاش. انت ما عندكش ما عندكش نزهه هجوميه صريحه، ما عندكش شراسه هجوميه. يعني انت لما بتفقد الكوره كنا احنا بنتكلم هتقابل ازاي. طب انت بتقابل ازاي ما تفقد الكوره؟ هو بيستلم الكوره هادي جدا ويبدا يلعب عادي جدا. انا لسه عند انا على فكره ما زلت عند كلامي. ايوه، لازم التغيير لو هيلعب سامي كده لازم التغيير يبقى طاهر يغير محمد مجدي. محمد مجدي يروح ناحيه الشمال مش اليمين، انت فاقد محمد مجدي تماما. مهما حاول مهما استلم في المكان ده زحمه مش مالك الملعب، يعني المشكله مش على طرف من الاطراف، المشكله لما
محمد مجدي بيخش لجوه عدله وشه ازاي وعدله التمريره ازاي، الشمال غير اليمين خالص يا اما، فعشان كده انا بقول لك لكن لازم تبقى عندك نزعه هجوميه شويه، لازم عندك شراسه هجوميه شويه، لازم تضايقهم شويه ما بيستلموا الكوره، هما بيلعبوا هما استحواذه تلاقيه كتير جدا للبيراميدز، لكن خطوره على الجول ما فيش، يعني الكوره واحده بس كانت الاسلام وطلعها الشناوي، وفي كوره اتقطعت من ديانج على 18 عبد الله السعيد، دي اخطر حاجه، فهو الشوط كله فقير هجوميا من ناحيتين، لكن انت سايب له استحواذ وسايب له مساحات كتير قوي امن، ما تعتمدش على ان هو ما عندوش خطوره، ما تعتمدش على كده الشوط الثاني، لازم انت تفرض اسلوبك في الشوط الثاني وباسرع وقت تضغط كويس قوي ودور على الهدف الثاني. 1-0 نتيجه مش مطمئنه النهارده مزبوط. يعني مقلقه اساسا في اي مباراه، لكن النهارده لا مقلقه، لازم عندك ضغط وعندك شكل اساسا في الحته الهجوميه. صحيح كابتن عادل، سريعا شفت ازاي الشوط الاول؟ يعني اول حاجه لازم نقول ان الاهلي الهدف اللي جابه كان هدف من كره ثابته، الاداء مع الفرقتين انا يعني شايف ان هو كان في لعب في وسط الملعب، مفيش خطوره، مفيش مسك كره، محدش سيد المباراه في الفرقتين يعني، ولكن انت استغليت الفرصه، هم جات لهم فرصه عبد الله السعيد واكتر من ميز باص ليك ما استغلوهاش، ولكن في تكافؤ زي ما قلت انت يا كابتن ايمن، في تكافؤ ما بين الفرقتين يعني، او بالمعنى الاصح مفيش خطوره قويه قوي ما بين الفرقتين، ولكن المشكله في المباراه ان في مساحه كبيره قوي النادي الاهلي عاملها، عامل جاب كبير قوي، عامل اللي هو العمق الدفاع الكبير، ودي مع بيراميدز ما يعني هتتعبك الشوط الثاني، لازم الشوط الثاني يبقى فيه طلوع لنص الملعب شويه، علشان لما انت بتفتح الملعب بيراميدز بيتفوق علشان عنده سرعات وعنده باص وتحرك، ولكن في الاخر انت بنيت الشوط الاولاني خلاص 1-0 خلصته، لما تخلص ال 1-0 ما بعد ال 1-0 هتعمل ايه مع فرقه هتمسك كوره بتفضل طول الوقت بتمسك كوره، فلازم صحيح. تلعب هجمه مرتده سريعه عشان تغطي الجون وتكسب ان شاء الله. صحيح. طيب كابتن بلال، منطقي ان انت الشوط الثاني طالما انت متقدم والامور بالنسبه لك مستقره ان انت ما تعملش تغييرات، بيراميدز ممكن يعمل تغييرات الشوط الثاني، تغييرات اكيد هتبقى تغييرات هجوميه. بص بيراميدز عامل مباراه يعني جيده، يعني مش مباراه وحشه، والاهلي عامل برضو مباراه دفاعيه جيده، مش مباراه سيئه، هي الفكره طيب. كلها انت تلعب ازاي الشوط الثاني، هي دي الفكره كلها. النادي الاهلي يعني احنا عشان نفتح الملعب ونلعب بقى ونباصي ونشتغل من رجل لرجل والكلام ده هيبقى متعب بالنسبه لنا، احنا الاكثر اجهادا، احنا لعبنا اكتر، لعبتنا يعني مجهده بشكل كبير، فبالتالي انت الافضل بالنسبه لك انك تقرب من الخطوط بتاعتك، انك تلعب زون نص ملعب وتشتغل على اطراف الملعب بسرعات، على اطراف الملعب أيوة. مش في القلب هتبقى صعبه جدا أيوة. على اطراف الملعب، يبقى انت لازم يلعب عندك واحد ناحيه اليمين عنده سرعات، واحد ناحيه الشمال عنده سرعات، تعتمد عليهم في الكاونتر اتاك، الكرات الطوليه الملعب يسمح لك انك تعمل الكلام ده، لازم مساحات. يبقى كمان يبقى انت دارس الحته دي، ما بتلعبش بشكل عشوائي يعني ما بتشلتش أيوة. يبقى انت واحده الثانيه الثالثه، يبقى واحد أيوة. عندك من الاطراف يبقى عنده يعني خلاص مستعد انك تلعب عليه تمام أيوة. وخصوصا الكرات العكسيه عندهم مشاكل كبيره جدا في الحته الدفاعيه، مشاكل كبيره جدا يعني تقدر تسجل اهداف، لكن لازم نبقى منظمين حتى في الهجمات المرتده السريعه عشان نقدر نسجل هدف تقتل بيه المباراه. ما تخليش بيراميدز يدخل في الشوط الثاني يهاجم وانت تبتدي تهاجم كمان، او يبقى رد فعلك عشوائي، لازم يبقى رد فعلك منظم، او على الاقل تحافظ على الهدف. ما هو طبيعي لازم تحافظ على الهدف، لازم تحافظ عليه ان شاء الله. كل توفيق النادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.